السلام عليكم، ازيكم؟ في فيديو جديد مع ايزي انجلش with نانسي. قبل ما اقول لكم هنتكلم عن ايه النهارده، لو ما عملتش سبسكرايب للقناه على اليوتيوب ايزي انجلش with نانسي، اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات. اعمل لايك للبيج على الفيسبوك واعمل فولو على الانستغرام، كله بنفس الاسم ايزي انجلش with نانسي. ويلا نبدا مع بعض درس النهارده. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل المقارنه او الكومباريزن ان انجلش. كومباريزن ان انجلش دي سهله جدا، اوكي؟ تعال الاول نعرف مع بعض لما تيجي تقارن حاجه بحاجه، في عندك ثلاث حالات، اوكي؟ مثلا الحاله الاولانيه ان حاجتين يكونوا متساويين او زي بعض، زي ما انا عندي مثلا القلمين دول، فبقول ان القلم الازرق طوله زي القلم الجراي او الاسود، تمام؟ يبقى دي الحاله الاولانيه، الحاجتين تكون متساويين او زي بعض. الحاله الثانيه ان تكون حاجه افضل من حاجه، او زي مثلا عندنا القلمين دول، فانا بقول ان القلم الاصفر اطول من القلم الازرق، تمام؟ يبقى دي الحاله الثانيه. والحاله الثالثه ان انت يكون عندك مثلا عايز تقول ان الحاجه دي افضل من الجميع او الافضل على الاطلاق، فزي ما عندنا مثلا مجموعه الاقلام دي وعايز اقول ان القلم الاصفر اطول منهم كلهم، تمام؟ يبقى دي الثلاث حالات بتوع المقارنه، والنهارده هنعرف ازاي نقولهم مع بعض بالانجلش. علشان نفهم درس النهارده مع بعض لازم تكون عارف يعني ايه adjectives. adjective يعني صفه، اوكي؟ زي طويل، رفيع، تخين، قصير، جميل، دي كلها لازم تكون عارفها، لان لما بتقول جميل، اجمل، ذكي، اذكى، فلازم تكون عارف الصفات علشان تقدر تعمل مقارنه. طيب تعال نبدا باول حاله معانا، وهي لما يكون الحاجتين متساويين او زي بعض. فعايزين نقول مثلا احنا قاعدين في كلاس وعايزين نقول عندنا علي وعمر، خلينا نثبت علي وعمر عشان نفضل قاعدين مع علي وعمر لحد ما الفيديو يخلص النهارده. طيب عايزين نقول ان علي طوله زي عمر، هنعمل ايه؟ ببساطه جدا بنستخدم قاعده as، like the adjective as. as adjective as او as صفة as، فبنقول علي is as tall as عمر. علي is verb to be basic خالص، as tall as عمر يعني علي طوله زي عمر. علي is as smart as عمر يعني علي ذكاؤه زي ذكاء عمر، تمام؟ يبقى دي as بنستخدمها لما يكونوا حاجتين زي بعض او متساويين. طيب الحالة التانية لما قلنا ان حاجة افضل من حاجة، مثلا لو انت عايز تقول علي اذكى من عمر او علي اطول من عمر. طيب اطول دي اسمها بنعملها ازاي؟ بنزود على الadjective او الصفة er. er اوكي، يعني tall بتبقى taller، smart تبقى smarter، اوكي؟ طيب taller احنا قلنا ايه؟ اطول من. من دي بنقولها ازاي؟ بنقول than. than اوكي، يعني بنقول علي is taller than عمر، علي is smarter than عمر. تعالوا بقى نتكلم عن الحاله الثالثه، اللي هو زي ما احنا قلنا مثلا لو انا عندي مجموعه من الاقلام دي عايزه اقول ان القلم الاصفر هو اطول قلم، عايزه اقول ان الاوضه دي اكبر اوضه في البيت، عايزه اقول ان علي ده اذكى واحد في الكلاس، هنقولها ازاي؟ احنا بنقولها باللغه العربيه علي الافضل او الاذكى او الاطول، اوكي؟ الاطول دي هنقولها ازاي بالانجلش؟ بتقول بتزود على الصفه est، اوكي؟ بس قبلها بتحط ده، يعني مثلا بتقول علي is the، عشان احنا بنقول ال، the tallest. the tallest يعني الاطول، وعمر is the smartest يعني اذكى واحد، اوكي؟ يبقى تمام، يبقى كده عرفنا الرول بتقول ان انت تحط ده وبتحط على الadjective او الصفه est. طيب تمام كده والدنيا سهله وبسيطه، عرفنا متساويين بنقول as الصفه او الadjective as، لو حاجه افضل من حاجه بنزود على الadjective er بنحط than، ولو حاجه الافضل او الاحسن بنزود ده وبنزود على الadjective est، تمام؟ مفيش اسهل من كده. طيب هنزود حاجه بقى، احنا كل الصفات اللي اتكلمنا عليهم في الحبه اللي فاتوا دول صفات كلها قصيره of one syllable، يعني من مقطع واحد، زي big، fat، short، tall، دول كلهم بنقول عليهم صفات قصيرة أو صغيرة. طيب الحاجات اللي هي more than one syllable أو اللي بتكون بكلمات كبيرة شوية، زي expensive، زي beautiful، زي gorgeous، زي difficult، دول صعب ان انت تزود تطبق عليهم القاعدة اللي فاتت دي، تزود عليهم er، هتحس ان الكلمة طويلة أو صعبة انك تنطقها، ففي قاعدة بسيطة هنزودها للكلمات أو الصفات الأطول. بالنسبة لو الحاجتين متساويين اللي هي أول قاعدة خالص،
دي ما عندناش فيها مشكلة. يعني مثلا عندي ال two t-shirts دول، هقول مثلا this or the red t-shirt. The red t-shirt is as expensive as the black t-shirt. As صفة as، يعني ال t-shirt ال red سعره expensive او غالي زي البلاك تي شيرت، اوكي؟ يبقى هما الاثنين متساويين. طيب هنفترض بقى ان البلاك تي شيرت اغلى من الريد تي شيرت، هنقولهم ازاي؟ هنقول قبل الصفه هنحط more، يبقى more بعد كده الصفه وبعدين than، اوكي؟ فهقول the black t-shirt is more expensive than the red t-shirt. يبقى more الصفه than، okay. The black t-shirt is more expensive than the red t-shirt. أو هقول منى أحلى من رنا. منى is more beautiful than رنا. منى is more beautiful than رنا. تمام؟ سهلة جدا وبسيطة. طيب تعالوا ناخد بقى الحالة الثالثة. لو قلنا ان عندي مثلا تيشيرتس كتيرة ومن ضمنها، وهنقول ان البلاك تيشيرت هو اكتر واحد غالي في التيشيرتس دي، هنقولها ازاي؟ هنقول برضو كلمة ده، اوكي، وبعدين هنحط most وبعد كده الادجكتيف ده، most الادجكتيف، اوكي، يعني الافضل او الاحسن زي ما قلنا. عايزين نقارن بس في الصفات الطويله. فهقول ان البلاك تي شيرت اكثر واحد غالي في التيشيرت دي، فهقول the black t-shirt is the most expensive. The most expensive، اغلى واحد. هقول منى is the most beautiful girl in the class، يعني منى احلى بنوته في الكلاس. هقول مثلا this exam is the most difficult one، يعني الامتحان ده اصعب امتحان. اخر حاجه بس عشان ما ينفعش نتكلم في الكومباريزن من غير ما اقول لك الحاجه دي، كلمه حاجه كويسه او جيد بالانجلش بنقول عليها good. good، اوكي، انا بتقول حاجه افضل، مش بتقول gooder، لا مفيش حاجه اسمها كده، اوكي. هي دي بس حاجه شاذه كده او exception من القاعده الرئيسيه، تعرفها زي ما هي. good يعني جيد، افضل يعني better، افضل، والافضل على الاطلاق بتقول the best. يبقى good better the best، good better the best. ما تنسوش ده مهمه جدا، لان احنا ما بنقولش افضل، بنقول الافضل، اوكي. فال دي هي ذا، تمام. يبقى دي اول حاجه good better the best. والحاجه الثانيه برضو سيء بنقول عليها bad، سيء يعني bad. اما نيجي نحط المقارنه هتقول اسوأ ازاي، بتقول worse، اوكي، worse، a bad worse. الاسوأ على الاطلاق هتقول the worst، the worst. يبقى bad worse the worst. ده كان درس النهارده، اتعلمنا مع بعض ايه الكومباريزن ان انجلش او المقارنه بالانجليزي. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب ذا ايزي انجلش وذ نانسي على اليوتيوب الفيسبوك والانستغرام، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.